ورحمة الله مشاهدينا في هذا الفيديو إن شاء الله إليكم تقديم هذه الفيديوهات في جانب الخياطة التقليدية للنساء أو الرجال. فحسب ما قلت لكم مشاهدينا حوالي 7 أشهر أن تم إيقاف الفيديوهات بميدان الخياطة التقليدية حتى قدوم شهر رمضان، مع الرغم تجاوزت المدة ذلك لم أعثر على جديد لنستفيد منه نحن وتستفيدون معنا. إليكم هذا التذكير مشاهدين الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو في تلخيص بعض الأقوال خاصة في مجال الصناعة التقليدية للنساء أو الرجال بميدان الخياطة باليد أو خدمة اليد. إذا أحبابي في الله، أتوقف معكم نشر الفيديوهات في اليوتيوب على قناة معدات صغيرة وبسيطة حتى قدوم شهر رمضان المبارك في رأس شهر أبريل أو اليوم الثاني أو الثالث، فحسب مراقبتنا الهلال. كل هذا توقيف نشر الفيديوهات بميدان الخياطة التقليدية خلال 4 أشهر و7 أيام، ومن هذا الفيديو فصاعدا للمشاهدين في هذه الأيام الصيفية إن شاء الله بجانب الخياطة، فتابعونا إلى النهاية لتروا تتمة أحد الفيديوهات الماضية. إليكم متابعته. طريقة أخرى وهي لصق العقاد. العقاد الذي لدي هو عقاد صقلي، على بركة الله أقوم بتقطيع العقاد. وإلى هنا مشاهدي الأفاضل، أقوم بملء الإبرة بالخيط على 2. إذا لملء الإبرة يجب ذوب الخيط على 2، ثم أقوم بشمعه ليساعدني في الغروزات. والآن أبدأ لصق العقاد. لصق العقاد أقوم بالبدء من رأس الكول.
الذاكرة انتهيت من لصق العقاد ثم التلوية عليهم، والآن أقوم بجمع الطرفين. لجمع الطرفين دائما أقوم بهذه الطريقة. هكذا لأجلب هذا الجبدور، ليتم جذبه لكي لا يخالف الطرف الأول والطرف الثاني، لكي تكون الهبطة مستقيمة. وإلى هنا مشاهدينا الأفاضل وصلت إلى خيط العطفة. لخيط العطفة يجب طلق الخيط على واحد، هكذا أحسن، لأن العطفة إذا قمنا بالخيط على اثنان فعمل ناقص، ليس شيئا جيدا. إلى هنا مشاهدين وصلت لطوي العطفة. لطوي العطفة لا أقوم باستعمال شريط القياس، لأن شريط القياس نستعمله للجلابة، فهذا هو جبدور فقط، يعني أميز بعين اعتبار طوي العطفة. نضع إباري الفنايت، ثم بعدها أقوم بضرب الغروزات. مشاهدين الأعزاء، في هذه
المرة ونفس الجبادور ونفس العمل. بالنسبة لهذا التنبات التي قمت بتنباتها بالعقيق، بالنسبة لهذه هذه الرشمة من القيطان الصقلي، فهي تم عملها بالخياطة بالماكينة، والآن أقوم بتنبالها لأحيط بها بهذه الطريقة. قمت بدوران هذا الرشامات كليا، والآن أريكم كيفية وصول هذا، لأن هذا هو الجبادور لفتاة صغيرة. هذا هو إذن العقاد بالصقلي، ثم هذا التنبات بالعقيق، ها هي العدفة، هذه هي العدفة، هذا هو الكمام، زي ما ترون معي الكمام، بعد انتهاء الفينيسيو نقوم برتق هذا الكم بالماكينة. والآن أقوم بوضع الضرس المتصل البلدي.